شايفين؟ تخيلوا هذا الشارت تاريخي لدلة. دلة تمكن خلال هذا العام من أن يحقق رقم تاريخي جديد عندما نجح في اقتحام 71.5 واختراق الترند الهابط من قمة 2014 مروراً بقمة 2017. هنا حصلت حركة قوية في دلة، دفعت السهم للوصول إلى أعلى مستويات قريب 84.90. دلة دخل في عملية جني على مبدأ الأدوار. شوفوا الآن دلة ما في إغلاق شهري، ولكنه كاسر القناة وكاسر 78 فيبو، لكن هو عند الأهم بالنسبة لنا فنيا، واللي يتوقع منه أنه ينشئ وتد عنده اللي هو 68 ريال، بيننا وبينها 2.5 ريال. هذا السهم يا أخوان، هذا الاختراق ما يمر علينا مرور الكرام، هذا الاختراق حقق هدف، ثم بدأ السهم طبيعي أن يجني أرباحه، ولكن عيننا على 68، الـ 68 دي تقريبا هي منطقة أو 68.5 بهذا الحدود، فرق 2 ريال، هذا إذا ما رجع وشرد وطلع فوق الـ 72.5 من جديد، يعني رجع فوق القناة، يعني بان إنه في شمعة وتد. على العموم حتى لو هبط يبقى ضمن المألوف ما لم يكسر مستويات 68. ماذا تعتبر 68؟ هي منطقة اختبار لترند رئيسي هابط مخترق، يعني هو أنهى الموجة التصحيحية واخترق والآن يعود للاختبار، فهذا الاختبار إن شاء الله قد يمكن السهم من عودته من جديد للصعود، وقد نشاهده يتمركز مرة أخرى فوق مستويات 78 فيبو، يرجع يبحث عن 77 أو يرجع مع الأيام إلى القمة، وتبقى القمة دي أحبتي 82.20 مستويات قريب من ترند. لو اخترقها شوفوا أبعاد الدور الثالث والله بعيدة، يعني ممكن توصل معانا حتى قريب 3 أرقام. لكن فين نعرف أن الوضع غير طبيعي أو غير جيد؟ إذا كسر دلة 68، هنا يعتبر في شيء غلط قاعد يصير. كيف تخترق ترند وتضرب هدف ثم ترجع تكسره وانت قيدك كاسر الدور الثاني؟ مو معقول حنستنى الإغلاق الشهري، معناه هنا في شيء غلط قاعد يصير، فالواحد انتبه من هذا السلوك. لكن بهذا الشكل يجب التنبيه انه دلة اصبح الان قريب من مناطق المناورة ومناطق الاغراء، والاجمل دائما والاحلى انتم حظكم قريب 68 68.5.